حتى الأكسجين تكلمنا والناس يشوفوا لما نتكلم يشوفوا غير جاي سلبي. احنا او ما وش انا اللي تكلمتوا، هذا الأستاذ اللي معانا رئيس قسم الإنعاش في مستشفى كبير وهو معانا في الـ في الـ في المجلس العلمي، ساعات كثروا من الأكسجين الطبيب لأن غير شوية دي الأكسجين هذه يصبح الاستعمال كثير. لكن شيء آخر، أنا نعمل تحقيق لماذا في وقت قليل في كل مستشفى يقول لك الأكسجين لماذا، أين يكون فيه الأكسجين، خلل تاع الأكسجين في مكان، نطلب تحقيق. هذه انتهى، غير مقبول اللي أصبح الأكسجين مشكل في كل المستشفيات.